والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني مرض اللي عندي مرض السكر، كيف يقضي رمضان؟ يعني لا استطيع اقضي رمضان، صوم رمضان، فماذا يعمل؟ طيب مريض السكر يا شيخ في رمضان، مريض السكر اذا كان لا يستطيع الصيام والسكر مرض مزمن لا يرتفع عنه في وقت من السنة، بل هو دائم معه ولا يستطيع معه الصيام، فهذا قد أمره الله جل وعلا بالفدية عن كل يوم، فقال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بأن يدفع عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام، سواء دفعها يوميا أو جمعها في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، ودفعها جميعا لمحتاج أو إلى أهل بيت محتاجين. نعم.